ملك المقامات ومحرك القلوب، فخر قراء أمري مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف، فليتفضل فضيلته مشكورا مرهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حاضر حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وكان تقيا وبرا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا حبيبك يا دكتور من يشرح صدرك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله. يلا يا سيدنا ربنا يبارك فيك ويصعب عليك يا دكتور عبد الناصر. انت حبيبك يا دكتور عبد الناصر. عشان بس الله. وبرد والدي ولم يكن عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرًّا بوالديه
ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ولا
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي حاجة جديدة
حاضر حاضر. حاضر حاضر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك الراجل عامل العلاوي زياده. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها 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 من تحتها ربك تحتك سريا.
ناداها فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله 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 نعم نعمل ايه بس حلو كده. حاضر حاضر وانا كاسه ودي فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط
يطغى عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. اسمع بقى يا دكتور عبد الناصر، احنا من فضل ربنا عليك وعلينا ان الدكتور عبد الناصر يقرا بالشجن دهوت واحنا نقعد نسمعه. قول يا استاذ ربنا يشرح صدرك، ربنا يفيد عليك كمان وكمان. احنا بنروح كل حته بنقعد بنقول عندنا الدكتور عبد الناصر حرر، ربنا يشرح صدرك يا رب. يا كانت أمك بغية. انا عارف انت عايز تسمع الكلام اللي بيقولوا عليه تسمعه ولا اعمل شمحك اللي نقوله تسمعه كمان. دي مدرسه غاليه. لا اعمل كمان لسه فيه. نسأل الله القبول لنا ولكم. نسأل الله القبول لنا ولكم. معلش معلش معلش. انت على راسك. الله يحفظك الله يحفظك. حاضر. لازم نستجيب لهذا وذاك. نسمع القرآن بهدوء معلش. فأشارت إليه. Yeah.
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه فأشارت إليه فنكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والله ناصر لك يا أخي والله تقبل منا ومكمل
حبايبك يا دكتور عبد الناصر. عليك يا دكتور. الله اكبر. اعمل ايه بس؟ ما عايزين يلقطونا. عليك يا دكتور. انا جاي هنا عشان اقول لك حاجه واحده بس. المصابه دي انت حاج عبد الناصر. اه. هذا صارت مصابات واختلف الاحزاب. والله انا على كده والله. والله اي والله حاضر لغايه ان احنا نرد ردهم عليه ونريد نرجعه. اه لله الامر. لله الامر من قبل ومن بعد. قول لله الامر من قبل ومن بعد. سبحانه وتعالى ربنا يوفقنا في القبول. عليك. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Oh.
هكذا يا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا مع هذه النفحات الطيبه المباركه، ومن زيرها النفحات هذه وقد اوضحها ربي جليا، فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اصمرت ثمرت شهية. إله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا بنية. وكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام قد شرفنا بالتلاوة ذلكم العالم القرآني ملك المقامات ومحرك القلوب العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء الحرية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، قارئ الذي دائما يمتعنا في الأمسيات الدينية وفي قرآن الفجر عبر يسير موجات إذاعة القرآن الكريم. نقلة توزيعة المسامع حضراتكم على احدث مكبرات الصوت العالمية من داخل معرض فني الانارة الحديثة واضخم محطات ديزل فتطلب اولى وكبرى مخازن الفراشة في محافظة الغربية ومركز الصمتة لاصحابها المتوكلين على الله اولاد المهدي. اولاد المهدي ادارة المتوكل على الله باشمهندس خميس المهدي مقيمين بتوخي مزيد مركز سنطة. اخوة الايمان والاسلام هذا ولا انسى مقدم عزاء اصحاب الواجب واصحاب الاحترام في كل مكان، المحترم عبد الحق سيد الفئي والمحترم عبد الحق احمد الفئي وعلي الفئي جميعا وصحبتهم الكرام والذين حضروا من مدينة القاهرة لتقديم واجب العزاء لآل عمارة، فشكر الله لهم وشكر الله سعيهم. اخوة الايمان والاسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفر لها باذن الله تعالى حرم عم الحاج محمد عمارة تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات عمارة واقاربهم وانسابهم تقدمون بخار الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء، كما يتقدمون بخار الشكر والتقدير الى كل القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الغربية ورجال الازهر والاوقاف واعضاء مجلس النواب الذين حضروا معنا لتقديم واجب العزاء، كذلك العمال والمشايخ والاعيان السادة رؤساء الهيئات القضائية ورجال النيابة العامة ورجال المحاماة الذين حضروا معنا لتقديم واجب العزاء، فشكر الله لهم وشكر الله سعيهم.